بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو سنقول لكم مشروع مربح 100% للأرانب في البيت، وإزاي تتعلم الطريقة الصحيحة لتربية الأرانب في البيت بطريقة صحيحة جدا جدا. قبل بداية الفيديو أتمنى أن تضغط زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. وزي ما شايفين احنا ابتدينا ب هتبتدي ب 250 جنيه عشان تبتدي. احنا ابتدينا يا جماعة ب نتايتين ونسيتين وذكر، يعني انتاي وانتاي وذكر واحد. وزي ما شايفين ده الخير بسم الله ما شاء الله، طبعا لسه فيه خير كتيركو، بس زي ما شايفين ده منظر جميل جدا على الطبيعة وهم يأكلوا، منظر جميل جدا زي ما شايفين ده المنظر الطبيعي والجميل. طبعا هقول لكم الطريقة ازاي تبدأ المشروع. اول حاجة هيكون لازم عندكم اوضة صغيرة، هيكون لي عندكم اوضة صغيرة، اوضة صغيرة زي دي، هي دي اوضتهم، لازم يكون عندكم اوضة صغيرة. وبعد كده الأرانب طبعا بتحب تفحر، الأرانب أحسن حاجة فيها إن هي دي أضرارها إن هي بتحب تفحر وتحب تولد تحت الأرض زي ما عارفين. طبعا هي بتولد كل 40 يوم، تولد كثير جدا، كل 40 يوم تولد كثير جدا زي ما شايفين أهو. ده منظر جميل جميل جدا للأرانب أهو. طبعا برضو هنكمل بعد ما تجيب اوضه صغيره، لازم يكون عندك صغيره صغيره. لو عندك ارمليه وما عندكش مشاكل انها تفحر فما تعملش اي حاجه خالص، عليك انك تحط الميه وخلاص زي ما عارفين. لكن لو حصبها دي الطريقه، الناس اللي هتجيب الاوضه وهتصبها من الارض للجوانب وبعد كده تحط، ما تحطش اي حاجه، اصل ما ينفعش تحط سيراميك عشان ما يبقاش الدنيا ساقعة عليهم، ما يبقاش الدنيا ساقعة عليهم. وزي ما شايفين ده المنظر الجميل والطبيعي. وبعد كده تحطوا الاكل في الاوضة كل حاجة. طبعا برضو لازم يكون ليهم هواء، هواية زي كده، ده هواية اهو على الطبيعة. بعد دي الاوضة بتاعتهم المكتومة، وهنا الهواية حديقة يعني زي ما شايفين. هذا الأرانب المنظر جميل والطبيعي للأرانب، وطبعا المشروع مربح 100%، ما هيكلفكش ولا حاجة. لو عندكم مزرعة هتزرعوا بالبرسيم، برسيم حجاز، هتزرعوا ايه؟ برسيم حجاز مش ربيع، او برضو ربيع يعني عادي ينفع. اكلهم بياكلوا الربيع والبرسيم، ده هيكون اوفر جدا ليك لو زرعت. لو ما زرعتش هتضطر تشتري الجتة طبعا ب5 جنيه، كل يوم هتشتري لك جتة أو جتتين على الأقل في الميت يعني زي ما شايفين. ده المنظر الطبيعي والجميل. وفي الآخر هيجيب معاكم خير، لما انت تيجي تبيع عيلة واحدة ب40 جنيه، العيلة الصغيرة اللي شايفينها دي ب40 جنيه، وهي بسم الله ما شاء الله بتطلع لك كثير جدا زي ما شايفين. ده منظر جميل وطبيعي وخلاب للأرانب، وهم دول شكلهم الجميل. وبس كده يا جماعة، وهنا تكون نهاية الفيديو. أتمنى أن تضغط زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل من محافظة الوادي الجديد، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى زر اللايك عشان تعبي، أمان عليك وشكرا.